الدولي ستظل الولايات المتحدة هي قوة مؤثرة في النظام الدولي، وبشكل أخص في منطقتنا من الشرق الأوسط. ولذلك فإن من الحيوي في التعامل معها وفي تفهم سياساتها أن نتعرض لموضوع هذه الجلسة، وهو أسلوب صنع القرار وجماعات الضغط في السياسة الأمريكية. وحقيقة الأمر أنه ليس من الآن، ولكن منذ فترة طويلة، والخبراء والذين عملوا في الولايات المتحدة يدعون وينبهون إلى أهمية أن ندرس بعمق مؤسسات المجتمع الأمريكي ومؤسسات النظام الأمريكي، وأن نتفهم بشكل دقيق طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات وطبيعة مشاركتها في نهاية الأمر في صنع القرار في الولايات المتحدة. يعني أقدر أقول إن ربما كان هناك انطباع أو يعني تقييمنا لمؤسسات صنع القرار وفي قلبها الكونغرس الأمريكي كان نتيجة لنوع من الانطباعات وليس نتيجة لدراسة المعمقة لأسلوب تفاعل وعمل هذه المؤسسة وعلاقاتها مع الإدارة الأمريكية. واتصالا بهذا الانطباع أن هناك انطباع بأن البيت الأبيض أو الرئيس الأمريكي هو محور السياسة الأمريكية، وهذا ليس صحيحا. والحقيقة الأمر أن هناك تأثير بالغ الأهمية لمؤسسة الكونغرس على أداء وقرارات وتوجهات البيت الأبيض. ليس هذا جديدا، ولكن الرئيس الأمريكي وصف النظام الأمريكي بأنه حكم الكونغرس، حكم الجمهور. لا أستطيع أن أدخل إلى التفاصيل، ولكن يكفي أقدم نموذج أو تطور أخير بالتأكيد كل السادة المتحدثين هيتكلموا عنه، وهو مثلا الموضوع الرئيسي في السياسة الخارجية الأمريكية اليوم، وهو الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. راقبوا العلاقة بين الإدارة وبين الكونغرس، وفي آخر تطور لها مما له دلالة أن الكونغرس والإدارة الأمريكية في عملية التفاوض طالبوا، أو البعض من الكونغرس طالب بفرض عقوبات على إيران، اقتصادية على إيران. الرئيس الأمريكي قال أنه لن يوافق على هذا، وسوف يستخدم الفيتو وسوف يعود إلى البيت الأبيض. في عملية التفاعل والتواصل إلى كومبرومايز وصل الأمر إلى أن اتفاق بين الإدارة وبين الكونغرس أن يكون للكونغرس رأي وقول فيما سوف تنتهي إليه مفاوضات الأمريكية أو الفايف بلس وان الإيراني. هذا نموذج صغير حول علاقة الكونغرس بالإدارة وبالقرارات الأمريكية. من حسن حظي ومن حسن حظ هذه الجلسة أن يكون المتحدثين فيها ثلاثة من أفضل وأكثر الشخصيات التي اختبرت السياسة الأمريكية مهنيا وعلميا: السيد السفير أحمد حجاج، و الأستاذ الدكتور سعيد اللوندي، والسيد السفير حسين هريدي الذي زاملني وتزاملت معه في فترة عملنا في واشنطن في الثمانينات، فهو من أقدر الناس اللي هيتحدثهم على، وبالتأكيد ما سنسمع منه نتأكد أنه عن خلال الخبرة، وأيضا عن خلال
الدراسة. لإدراكنا لطبيعة الوقت، وكنت أتمنى أن يكون يسمح الوقت بأكثر من هذا، سوف أرجو السادة المتحدثين أن تكون تعقيبتهم في مدى من 5 إلى 10 دقائق. أن يعرفوا جيدا الاستغراب. ولذلك وجدنا حسن حنفي يضع كتابا ضخما جدا لا يقل عن 600 صفحة من القطع الكبير عن الاستغراب. ونحن في هذا المعنى أشكر الدكتور مهدي حماد فعلا أن نفكر لأول مرة في مصر كلها بل العالم العربي كله أن نتكلم عن أمريكا بهذا الشكل، الداخل والخارج معا، متحررا تماما من عود الخواجة، متحررا مما يسمى بنظرية المؤامرة. لابد أن نفهم كما قال العميد محمد المصطفى، اعرف عدوك. وعلى فكرة أمريكا عدوتنا شئنا ما بين، أمريكا ترى في الشرق الأوسط ليس من أجل سواد عيوننا جميعا تتحدث أمريكا أو تقف حتى مع السعودية أو دول الخليج في حربها مثلا الدائرة في اليمن أو حتى مع سوريا. أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ليس أبدا ستضمر لنا الشر، كل الشر، وإن كان هناك كلمات معسولة تتكلم بشكل أو آخر في ورق سلفان، بعض الناس السفراء وغير السفراء والمواطن والباحثين يتحدثون عن أمريكا بإعجاب شديد وكأنها الله وجد على الأرض. هذا غير صحيح إطلاقا. يعني أمريكا دولة زي 200 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، وتيح لها أن تكون أكبر قوة في العالم ليس بالحرب، بالعكس تركت الآخرون يحاربون بالنسبة للكثيرين وظلت أمريكا أقل خسائر. ولذلك في الحرب العالمية الثانية خرجت أمريكا قوية جدا، ليس لأنها حاربت ولكن لأنها ابتعدت عن حرب وتركت اليابان وتركت مش عارف ألمانيا أيام النازية وتركت فرنسا. أنا أعتقد أن كله خلص على كله إلا أمريكا ظلت بعيدة كل البعد، ولم يكن في هذا الوقت يعني بأنها عايشة بعيد والبحار وتعتبر عوائق كثيرة جدا. أمريكا أقل للناس خسائر وبالتالي فرضت نفسها قوية على هذا العالم. نحن لا نريد أن نعادي أمريكا، لكن من حقنا أن نفهم هذا البلد كيف يتعامل معنا، يتعامل معنا بدونية شديدة جدا وإن أبدى غير ذلك. يعني أعتقد يتعاملون مع مصر أنها دولة صغيرة جدا مثل الدول الإفريقية كانت ما كانت، على سكانها 5 مليون مثل 90 أو 95 مليون. لا، أنا أعتقد ولا تعتقد كثيرا إرادة الشعب المصري ولإرادة الشعوب العربية. لماذا أقول للشعب المصري؟ إن أفهم مصر وأنا مصري. وبالتالي مثلا يعني عندما قامت ثورة 30 يونيو كان كل الشعب أو معظمه كان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي لا تحتقر هذه الإرادة تماما، هذه إرادة شعب، يعني إرادة شعب. وبالتالي تصمم حتى هذه اللحظة على أن تقول ما حدث هو انقلاب إلى آخره وتضع معايير وشروط أيا كان الأمر. أعتقد أن أمريكا لم العلاقات المصرية الأمريكية أبدا لم تكن في صحة جيدة، دائما متوعكة، عندها زكام، عندها انفلونزا، مريضة بطنها إلى آخره. غير صحيح أننا كنا سمنا على عسلا في يوم الأيام، حتى لو كان سمنا على عسلا فترة فترة مفترات، أعتقد أنه في فترات القليلة بعدها التي تليها مباشرة هناك عداء سافر وإن لم يظهر في العلن. أعتقد أن أمريكا في الواقع كما لاحظت أمريكا ليست أمريكا واحدة، أمريكا ليست كتلة صماء، 5 أمريكات. أمريكا الأوباما وسياسة الجمهورية مختلفة تماما عن أمريكا وكيري في وزارة الخارجية الأمريكية. يعني هذا يقول بيان وذاك يقول تصريح، متضادين تماما لبعض والأمثلة عديدة جدا. ثم هناك البنتاغون، ثم هناك الكونغرس يتكلم عكس البنتاغون تماما، ثم وسائل إعلام مقروءة مسموعة مرئية. هذه أمريكا. ما يقول لك أمريكا قالت. واحيانا احنا الصحفيين مثلا نعمل في جريده الاهرام مديرا لتحرير جريده الاهرام، يقول لك الكونجرس قال، تلاقي واحد بس في الكونجرس، تلاقي هو مش الكونجرس يا عم، ده واحد بيعتزل العالم كله في الكونجرس. يعني قد انت مولع بانه امريكا قالت. امريكا مين؟ امريكا مين؟ الكونجرس مين؟ واحد او اثنين او خمسه من 400 واكثر من كده؟ انا اعتقد انه لابد ان نتحرى الدقه في الالفاظ لأننا نتخاطب بشكل أو آخر مع الشعوب، والشعوب العربية تعرف جيدا أن أمريكا صحيح أقوى دولة في العالم، لكن أمريكا لا تضمر لنا إلا الشر وكل شر. يعني إذا وردت أمريكا مع ما أمريكا وردت نفسها، إما أو أمام معادلة إما أو، إما أن تكون إسرائيل
او مصر او الشعوب العربيه كلها، تختار اسرائيل طبعا. يعني اعتقد كما قال السفير سيد شلبي بيتكلم على الاتفاق النووي بين 5+1 من ناحيه وايران من ناحيه ثانيه. يعني لاحظوا التصريحات بتاعته، اوباما قال لك ده انجاز تاريخي، نجد ان نتنياهو قال ده خطيئه تاريخيه. يعني تلاعب الالفاظ، موقف من اسرائيل، موقف اخر مناقض ضمن امريكا، ولكن هم سمن على عسل. هي تقف بشكل او باخر وتقضي وتريد القضاء على سوريا قضاء مبرما وتشتت الشعب السوري ارضاء لاسرائيل. اسرائيل من الذي قال في البدايه ان هناك خلاف بين امريكا؟ اين الخلاف بيننا احنا كعرب وبين سوريا؟ ابدا، احنا بنتكلم هنا عن الشعب العربي السوري، لانه بشار اسد ليس أسوأ مما كان مبارك، وليس أسوأ مما كان على عبد الله صالح، ولا زين العابدين بن علي، كلهم زيهم. فلا بد ان نتفق بهذا. نحن نتكلم عن الشعب العربي السوري، الشعب العربي السوري الذي يوم من الايام ذهب عبد الناصر هناك ورفع عربيه عبد الناصر الاعناق. عبد الناصر ليس لانه عبد الناصر، لكن نتكلم عن القوميه العربيه. كان صوت العرب هنا ما كان يتكلم، كان كل العرب بتسمعه. يعني أنا أريد أن أقول بشكل أو بآخر، لم تقف معنا أمريكا في أي مكان في العالم في المنطقة العربية طبعا، العالم العربي، إلا أن أغراضها سياسية محضة. وفي العلوم السياسية عرفنا جميعا أنه لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، فقط المصالح هي دائمة. أمريكا تبحث عن مصالح وهذا حقها، لكن من حقنا نحن أن نفهم لماذا تدافع عن مصالحها وتدعي أنها تقف مع الحق العربي. أبدا. أنتم تعرفون أن الأمم المتحدة طلع منها 160 قرار لصالح فلسطين، ولا قرار يساوي قيمة الحبر المكتوب، ولا قرار نفذ حتى هذه اللحظة. وما زلنا أمين عام الأمم المتحدة للأسف، أمين عام الجامعة العربية للأسف الشديد، عندما يعني يتزنق في مشكلة عربية يقول لك نحتكم الأمم المتحدة، ما احنا عارفين حكمها من الأول. احنا ليه سبناها وقلنا لك أنت أمين عام الجامعة العربية عشان يمكن تنصفنا من الأيام، وحتى لو رحنا الجامعة العربية نلاقي دول بوق دعاء الفكر الأمريكي موجودة عندنا تتكلم ضدنا إلى آخره، أو ضد المجموع العربي، وكأن ليس هناك اتفاق في الجامعة العربية. أيا كان الأمر، أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت يعني تبحث عن مصالحها، ليس من أجل سعادة الشعب العربي كله يعني تقف معنا. لكن أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا على العلاقات الأطلسية، العلاقات الأطلسية، العلاقات الأمريكية الأوروبية. العلاقات كانت في زمن شارل ديغول عندما كان رئيسا لفرنسا، كان هناك رغبة أوروبية لاستقلالية القرار الأوروبي عن القرار الأمريكي. أبدا. لكن وحتى في زمن جاك شيراك لما كان رئيس فرنسا، كان هذه الرغبة موجودة، وكان شرودر موجود كمستشار في ألمانيا، كان هناك رغبة أوروبية أو فرنسية أم ألمانية لاستقلال القرار الأوروبي عن القرار. لكن في عهد فرانسوا أولاند رئيس فرنسا الحالي والمستشارة ميركل المستشارة في ألمانيا، عادت أوروبا إلى بيت الطاعة الأمريكي راضية مرضية. ما تقوله أمريكا تفعله أوروبا تماما. يعني مثلا منعت مصر، أمريكا منعت عن مصر المعونة الأمريكي، اللي لقينا أوروبا الاتحاد الأوروبي منع المساعدات الأوروبية أوتوماتيكيا تلقائيا عن مصر. يا عم احنا كلمناك، حد قال لك حاجة؟ انت لانه ماشي معصوب العينين وراء الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا من منطلق المصالح الأكثر والأقل. زمان ردت حوار كان في واحد رئيس وزراء السفير حسين خليل يعرفه كويس جدا، خوسيه ماريا أزنار، في عمل حوار في مجلة لوبوا الفرنسية، وقال يا جماعة أنا ماشي مع الولايات المتحدة الأمريكية لسنة أسباب، لأن الدستور الأسباني بيقول دورتين بس بعد كده أدور على شغل. فأنا الحقيقة حريص جدا على أضمن مستقبلي، فعشان كده من يجعلني أمينا عاما للأمم المتحدة غير أمريكا؟ فعشان كده مشيت مع أمريكا عشان أرضيها. حاجة تانية، طيب أنا بعاني من مشكلة الإرهاب، عندنا إقليم الباسك وجماعة الإيتا الإنفصالية، وده إرهاب، وهم عاملين استراتيجية لمكافحة الإرهاب في أمريكا، وبالتالي إحنا محتاجين فلوس من أمريكا تدعمنا لكي نكافح الإرهاب. طيب السبب الثالث إيه؟ السبب الثالث إن يعني زي ما إحنا بنقول امشي مع الكبير تكبر،
مش هقدر امشي مع الصغير عشان اصغر، امشي مع الكبير، اكبر من امريكا ما فيش، وبالتالي مشيت مع امريكا. هذا ما قاله في صفحه كامله خوسيه ماريا أزنار، وكان رئيسا لحكومه او وزراء اسبانيا في ذلك الوقت. اعتقد انه امريكا يعني تتعامل معنا بهذا المنطق، ماذا تقدم انت لكي تعطيك؟ نتكلم بشكل او باخر في المنطقه العربيه عن جمعيات حقوقيه. نحن درسنا في العلاقات الدوليه والسياسه الدوليه والسياسه بشكل عام انه الجمعيات الحقوقيه هذه اداه من ادوات السياسه الخارجيه لاي دوله، وطبعا دوله قويه جدا امريكا. فاذا نجد عندنا يعني جماعات حقوقيه او جمعيات حقوقيه الى اخره، لكن هذه جمعيات تعمل لصالح الولايات المتحده الامريكيه، تكرس سياستها في كل مكان الى اخره. وتعلمون جيدا، لم ننسى بعد، يعني هربوا في تحت جناح الليل عده جمعيات من مصر ايام المجلس العسكري بشكل او باخر، وما نعرفش حتى الان راحت فين وجت من، يعني مش عايز اقول، لكن امريكا خرجت الناس التابعين لها، وحتى الان بيجندوا نفسهم في الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي، ويحاولوا بشكل او باخر يقولوا امريكا موجوده. انا ضد فكره اختزال العالم كله في امريكا، لا، في دول تانية كتير جدا. اشمعنى؟ اشمعنى امريكا؟ مش عايز اقول روسيا، لكن في الصين، في اي دوله، اي دوله في العالم من حقها ان يكون دوله حره مستقله ذات سياده، وليست امريكا فقط لا غير. نراها في الصباح والمساء، واذا انظرنا الى اعلى وجدناها، الى اسفل وجدناها. انا ضد هذه المساله تماما، حتى وان كانت لغه مصالح، لكن نحن بشكل او باخر علينا ان نفهم كما قال الاستاذ العميد محمد مصطفى، اعرف عدوك. نعرف عدونا امريكا منين، بتعمل ايه جوه الكونجرس، زي عمايله، علاقاته الدوليه الى اخره. لكن نرى ليل ونهار امريكا فقط لا غير، يعني هذه مساله عاف عليها الزمن. وزمان قديما سئلت، او قبل فتره سئلت، طب الحل ايه؟ انا ما عنديش رشته عشان اقول لك نهرب من امريكا او نتحرر منها الى اخره. رشته زي الدكتور كما تروح للدكتور رشته، لا، انا اسف جدا، نشخص المرض. واعتقد ان الجيل الحالي، قناعات الشخصيه، الجيل الحالي الذي عقد المشكله لن يكون ابدا هو الذي يحل المشكله. الجيل القادم قد يكون هو الذي معه الحل، لكن جيل الحالي ارجو ان تعتقد ده تسويفات، ويكسبوا وقت، واللي موجود ملك يبقى ملك، والموجود يبقى امير يبقى امير، والموجود رئيس يبقى رئيس. اعتقد يعني تسويف تسويف وتسويف وتسويف لاطاله المده لاكثر واقل. لكن امريكا متربيه على عرش العالم، تريد ان تمجد فيه وتاخذ اكثر مده ممكن. وقديما النائب رئيس الجمهوريه او امريكا قال انه احنا عارفين كويس جدا انه ما نقدرش نقعد مسيطرين على العالم كله مدى الحياه، يعني دي مرحله معينه، لكن نحن نعمل لمستقبل شباب امريكا. شباب امريكا هيجي وتبقى في دوله اكبر من امريكا، وتبقى في زي ما كان في الرومان، وكان في مش عارف فاليو، يعني كان في دول وامبراطوريات كبيره جدا. اليوم الامبراطوريه الامريكيه ان صح التعبير هي اللي تسيطر على القرن ال21 احنا فيه، او نصه على الاقل، ونص ال20، لكن بعد كده يكون دولة تانية. نحن نسعى لكي يحقق أكبر مكسب ممكن للجيل القادم من الولايات المتحدة الأمريكية. أي دولة في العالم من حقها أن تفكر في الجيل القادم. الجيل القادم هو الذي معه الحلول، وليس نحن الذين عقدنا كل المشاكل، لكن لن نستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن نحل المشكلة. يعني هذا ما أردت أن أقوله، وأنا لست من أولئك الذين يودون أن يحتكرون الوقت كل نفسهم ويقول لك لقن الناس. بالعكس، أنا أعرف أنه فيكم ناس كتير جدا جدا يعرفون أكثر ما نعرف، فقط نطرح الموضوعات لنناقشها. وطبعا تعلمت كمحاضر أنه الأسئلة التي تطرح لو خرجنا بسؤال كلنا أجمعنا عليه، يعني أعتقد شيء مهم جدا، لكن أنت عندك طروحات أطرحها، وأنا كمان. وأنا مؤمن بالمذهب الديالكتيكي اللي اتكلم عنه هيجل، يقول لك هات فكرة وأنا فكرة، ونقعد فكرتين، فكرة واحدة وفكرة ثالثة ورابعة. أنا أعتقد أن نحن في يعني صراع أفكار، مش أي حاجة تانية. لابد أن تكون فكرة الأساسية اللي تحكمك، لأنه أي عمل عظيم كان في الأساس فكرة بس عظيمة جدا، عظيمة جدا لأنها مبتكرة، عظيمة جدا لأنها حققت إجماع حولها. ونحن بالفعل نريد أن نطرح كل أفكار من مع أمريكا، من ضد أمريكا. المهم أن تكون مع الشعب العربي،
أهم حاجة أن تكون مصري مع الشعب المصري والشعب المصري العربي. هو كمان أرجو أن تعتقد أننا بهذا وهذا فقط يمكن أن نحقق أشياء تحسب لنا خطوة في الطريق. لن نحقق كل الطريق لأن العمر كله يعني لن يكون 200-300 ألف سنة، صعب جدا، لكن على الأقل تخطو خطوة يبني عليها آخرون خطوات، وهكذا يمكن أن نصل لما نريد أن يكون ورخاء الشعب العربي كله. أما أن نمجد في أمريكا ليل ونهار وأمريكا أكبر، طب أنا عارف أن أمريكا أكبر دولة، بس مش أكبر دولة عشان هي تستحق هذا. عشان عارف يقول المثل عندنا فلاحين يقول لك إيه، يا فرعون يا فرعنك، قال لي ماليش حد اللي يميني، ملقاش حد اللي يمها أمريكا، أمريكا ملقاش حد اللي يمها. إحنا خلاص فين الشعوب العربية؟ يضحكوا منا لما يجي أي رئيس يقول لك الشعب العربي. شعب عربي مين يا عم؟ ده أنا مرة كنت في باريس قعدت هناك 20 سنة مراسل جريدة الأهرام، وبعدين كان في وزير خارجية أيام فرنسوا ميتران، مش عارف راح فين الراجل ده. المهم الدورة الثانية بتاع ميتران قال له ما هي سياسة فرنسا العربية؟ في وزير الخارجية وقتها قال له إيه؟ فرنسا العربية؟ وفي عرب عشان في سياسة فرنسية. طب قول لي سياسة فرنسا مع السعودية أولى، سياسة فرنسا مع مصر أولى، سياسة فرنسا مع لبنان أقول لك، مع المغرب، مع تونس، لكن ما فيش فرنسا عربية سياسة فرنسية عربية، لأنه ما فيش عرب حتى تكون هناك سياسة. وأرجو أن تعتقد بعد الجيل الثاني لو إحنا سمعنا شوية هنلاقي بقى أنت عايز إيه؟ لا أنا سياسة فرنسا تجاه النوبة أقول لك، سياسة فرنسا تجاه المسيحيين أقول لك، سياسة فرنسا تجاه المسلمين في مصر أقول لك، مش عارف تونس يسموها إيه كمان، ليبيا كمان ضاعت. ليبيا بسموها في العلوم السياسيه وهذا ليس من عندي دوله فاشله. احنا اللي بنقول دوله فاشله لان زوجها فايقات ولا مؤسسات، احنا بنقول واحدة عنده فشل كلام لان الكلى ما بتقولش وظيفتها، وظيفتها تقوم بفرز اشياء معينه تقوم بها، وبالتالي عنده فشل كلام. اذا الشيء الذي ينطبق على الانسان ينطبق كما قال ابن خلدون على الدوله، الدوله نفسها دوله فاشله لان زوجها فايقات والمؤسسات. على اي حال نحن نتمنى ان الشعب الليبي طبعا يتجاوز مهنته ويصل الى مبتغاه وتكون هناك ليبيا جديده، ليبيا جديده لكل الليبيين، وحده الاراضي الليبيه اهم شيء، لا تقسيم اطلاقا. هذا من نريده بشكل عام، لكنني اردت ان اطرح هذه الافكار. امريكا ليست امريكا واحده ولكن امريكات كثيره، المصلحه تحكم العلاقات الخصوصيه الاوروبيه الامريكيه، واعتقد بشكل او باخر ان امريكا شئنا ما بين عدوتنا وليست شيء اخر، والعلاقه معها دائما من متوعكة، فقط من عنده أشياء للتأثير على القرار الأمريكي. بالرغم من ذلك أنا أعتبر أن من المهم جدا كما ذكر بعض المتحدثين إحنا ندرس الولايات المتحدة، ويجب أن إحنا يكون عندنا معهد مستديم لدراسات الولايات المتحدة. الاتحاد السوفيتي حتى في عز الاتحاد السوفيتي كان عنده معهد دائم لدراسات الولايات المتحدة، الهند، اليابان، برازيل، وايضا الدكتور مدحت حماد. فين الدكتور مدحت حماد؟ ارجوك ان تهتم بدراسه مثلا ان يكون عندنا معهد اسرائيلي. احنا معلوماتنا عن اسرائيل قشور ومجرد انطباعات خاطئه. وافريقيا وافريقيا اي صحيح 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 صحيح. ونفس الكلام ان شاء الله الصين وروسيا والاتحاد الاوروبي باذن الله وافريقيا. الاتحاد الاوروبي ده اقتراح الدكتور عبد الناصر، قال لنا لازم نخش برضه صحيح حاجه على الاتحاد الاوروبي صحيح. فاحنا بنستفيد فعلا من التوجه صحيح. لو تلاقي شخص متخصص في الشؤون الامريكيه وبيكتب عن الشؤون الامريكيه، إذا لم ينقضها حيشار إليه أنه عميل أمريكاني أو إسرائيلي، ده صهيوني الهوى لغير ذلك. يعني لازم عشان تعرف فعلا عدوك أو صديقك لازم تدرس كويس، فيعني وده هذا ليس عيبا. أمريكا قارة بأكملها، صنع القرار في السياسة الخارجية لا يستقر فقط في واشنطن كما أشار الدكتور سعيد لويندي. أنا كنت أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية، وكنا بنقوم كل عام بزيارة لواشنطن لإجراء مفاوضات حول العلاقات بين أفريقيا والولايات المتحدة، وكنا بنجمع سفراء الدول الأفريقية. كان الخارجية الأمريكية بتشتكي أن السفير الأفريقي بما فيهم السفراء العرب
يعتقد ان اتصالاته مع الخارجية الامريكية هي فقط التي ستؤثر على تغيير نظرة الولايات المتحدة الى بلده. لكن يقول لك لازم تروح الولايات المختلفة. عمليات صنع القرار عملية معقدة جدا في الولايات المتحدة، ولا تقتصر فقط على الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية، ولكن مساهمات كبيرة من الولايات المختلفة في أنحاء الولايات المتحدة. الشرق الأوسط في نظر الشعب الأمريكي أصبحت الآن الحقيقة مشوشة جدا. تعتبر إن الشرق الأوسط أصبح مصدر لتهديد رفاهية الشعب الأمريكي، الذي لم تستطع أي قوة أن تنقل أي معركة أو أي حرب إلى داخل الولايات المتحدة. حتى حصلت حوادث 2001، فلأول مرة لقوا إن المحيط الأطلنطي لا يحميهم، والمحيط الباسيفيكي لا يحميهم. فنقل هذه المعركة إلى الولايات المتحدة جعل الشعب الأمريكي يهتم، زي ما ذكر كتير، ليه الناس دي بتكرهنا؟ احنا عملنا لهم ايه؟ يعني دول احنا اولا لدى الشعب الامريكي شعور قائم بالرضا، وانه شعب بيمن بخيراته على العالم اجمع. يجب ان العالم الاجمع ده يكون لديه شعور دائم بالامتنان، ويظهر ذلك في كل مناسبة. في الولايات المتحدة من اهم عمليات صنع القرار هي الثينك تانكس. الثينك تانكس دي بتستخدمها الاجهزة الامريكية لطرح افكار مسبقة قبل اعلانها رسميا، بما فيها الشرق الاوسط، بما فيها النزاع العربي الاسرائيلي، حتى السياسة الافريقية. فيها ناس متميزين جدا، ولكن بالرغم من التميز لا تستطيع ان تقول ان هناك نظرة شاملة في هذه الثينك تانكس بالنسبة للسياسة المستقبلية او الحالية للولايات المتحدة. انا هتوقف هنا، لان انا كما ذكر رئيس الجلسة 5 دقائق الدكتور بطرس غالي عملت معه مدة طويلة، قال لي لما تتحدث لأي جمع حيدوك انتباههم 100% لمدة 5 دقائق. بعد 5 دقائق كده يعني 50%، بعد 10 دقائق هتلاقيهم كلهم بيبصوا لك وبيبتسموا لك، ولا حد فاهم حاجة من اللي انت بتقوله. فيعني اذا زودت عن 10 دقائق اعتبر ان انت دبلوماسي فاشل. انا كنت اتمنى ان انا اشارك بقوة في هذا الموضوع. انا تخصصي الدراسات الافريقية، واتمنى ان الدكتور حماد يعمل تقرير عن افريقيا. عندما دخلت وزارة الخارجية كنت متخصص في الشؤون الاسرائيلية، كنت فعلا ودرست العبري كل حاجة، وله كتاب بعض الكتب والابحاث كثيرة جدا. لكن كان عندنا وزير خارجية قال لك، أنا كنت تخصص الشؤون الألمانية، قال أنا لا أؤمن التخصص بالنسبة للدبلوماسي المصري. كل دبلوماسي مصري لازم يكون ملم بكل الأعضاء، وكل دبلوماسي مصري لازم يخدم في أفريقيا. بقى لي 35 سنة في الشؤون الأفريقية دلوقتي. أنا كثيرا عن دور السوبريم كورت، لكن هركز على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية، ومن هنا هنطلق إلى العناصر اللي بتؤثر على صنع قرار الأمريكي فعليا. السلطة التنفيذية كما تعلمون حضراتكم في البيت الأبيض، والبيت الأبيض بينقسم إلى مكتب الرئيس وإلى الناشنال سيكوريتي كونسل، مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي ده أنشئ بقانون صدر في عام 1947، وبيحدد تشكيل هذا المجلس، أعضاؤه واختصاصاته. بمعنى آخر أن هذا القانون ملزم لكل الرؤساء الأمريكيين. البيت الأبيض أمام العالم هو مركز صنع القرار السياسي، خصوصا في مجال السياسة الخارجية.
الكونجرس الامريكي، وزي ما الدكتور الفاضل سيد امين شلبي اشار ان انا تشرفت بتزاملت معه مع عمالقة الدبلوماسية المصرية وعلى رأسهم المرحوم الدكتور أشرف أوربال، وتعلمت على أيديكم يا دكتور سيد، يعني أنا بعتز بالفترة اللي قضيتها مع حضراتكم. الكونغرس الأمريكي له دور كبير في صنع القرار الأمريكي في مجال السياسة الخارجية، لكن الدور هو مش دور منشئ. دور الكونغرس في صنع القرار الخارجي الأمريكي مش منشئ. كما تعلمون الكونغرس هو مجلس النواب، مجلس الشيوخ. كل مجلس من المجلسين عنده مجموعة من اللجان التي بتعمل في مجال السياسة الخارجية. على سبيل المثال في لجنة الشؤون الخارجية ولجنة العلاقات الدولية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، واللجان الرئيسية دي بيتفرع منها لجان فرعية حسب المناطق الجغرافية. في لجان أخرى ودي بتهم مصر، في لجان أخرى زي لجنة ما يسمى في أمريكا أو في الكونغرس الأمريكي الأرم سيرفيسز كوميدي في كلا المجلسين، اللي هي لجنة اللي احنا بنسميها لجنة القوات المسلحة أو اللجنة العسكرية، وكذلك لجنة ودي لجنة مهمة جدا الابروبريشنز كوميتي. الابروبريشنز كوميتي هي دي اللجنة اللي بتوافق على الاعتمادات وعلى صرف المساعدات للخارج. اللجان دي كونغرس كل كونغرسمان بحكم القانون عنده مكتب مجموعة من المساعدين بيجي يلاقيهم، بنسميهم assistants أو staffers. تأثير هؤلاء على السناترز أعضاء مجلس الشيوخ والrepresentatives أعضاء مجلس النواب تأثير في غاية الأهمية، وأنا أحب أن أنا ألفت نظر حضراتكم إلى تأثيرهم، لأن هم اللي بيعدوا كل شيء لعضو مجلس الشيوخ أو عضو مجلس النواب. كما أشار أستاذي السيد السفير أحمد حجاج، الأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ككل الأمريكيين معرفتهم وثقافتهم في مجال السياسة الخارجية يعني حقول بلغة دبلوماسية تكاد تكون معدومة، لأنه الأمريكي بطبعه، الأمريكي المواطن الأمريكي العادي بطبعه اللي احنا لم نتواصل معه منذ بدينا العلاقات اللي البعض بيسميها علاقات خاصة، البعض الآخر بيسميها علاقات استراتيجية، وأنا شخصيا يعني مش بستريح لكلا التوصيفين، لكن عموما احنا لا نتواصل مع الرأي العام الأمريكي ولا مع المواطن الأمريكي. فبيجي الفريشمان، بنسميهم الفريشمان سيناتور او الفريشمان كونغرسمان، فريشمان يعني واحد لسه سنه اولى، بيجي يتم توزيعه على اللجان. ونفترض نتخيل ان فريشمان سيناتور اتوزع على لجنه العلاقات الشؤون الخارجيه في مجلس الشيوخ، ودخل في اللجنه الفرعيه الخاصه بالشرق الاوسط اللي هي هتبحث القضايا المتعلقه بالعلاقات الامريكيه المصريه. لوحده هو ما عندوش background خلفية عن العلاقات المصرية الأمريكية أو عن العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية. من يخدم عليه في هذا الشأن ومن يخدم على اللأدة منه في هذه اللجان هم الأسيستنس. لكن كيف يعمل، كيف يعملون الأسيستنس؟ ودي النقطة اللي أحب ألفت نظر حضراتكم ليها. الأسيستنس دولت هم دائما في اتصال شبه يومي مع كافة الأجهزة الأمريكية وكافة وسائل الإعلام الأمريكية وكافة
اللوبست اللي هم في عنوان الحلقة النقاشية اللي أنا بتحدث فيها جماعات الضغط. من واقع هذه الاتصالات وعندما أقول الأجهزة التنفيذية الأمريكية برضو اسمحوا لي أن أشير إلى الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، وفي أشياء كثيرة السلطة التنفيذية الأمريكية تود تمريرها أو تود إثارتها، فعن طريق الأسيستنس بيخلوا أعضاء اللجنة، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ يسوري. أنا أتذكر أن أنا كلفت عندما كنت أعمل في السفارة واشنطن أن أحضر جلسة استماع للجنة الفرعية للشرق الأوسط، كان يتولى رئاستها في ذلك الوقت عضو مجلس النواب أمريكي شخص اسمه لي هاملتون، رجل دمس الخلق. عن إيه الجلسة الاستماع دي كانت؟ وأنا ساعتها كنت يعني مستغرب جدا أن ليه الكونغرس الأمريكي يبحث هذا الموضوع، عن وضع الأقباط في مصر. ورحت حضرت الجلسة دي، وطبعا مش هخش في التفاصيل، لكن هو ده اللي حضر الأسئلة، اللي حضر البيان الافتتاحي لرئيس اللجنة الفرعية اللي بيلقيه عند افتتاح الجلسة، اللي حضر مين يتم دعوته من الأجهزة التنفيذية الأمريكية يتحدث أمام ممثلي الشعب الأمريكي في هذه الجلسة في هذه اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط حول أوضاع الأقباط في مصر، هم المساعدين أو الستافرز. وبيبقى فيه رسالة مطلوب توجيهها لدولة معينة أو لتكتل معين، فبيتم إيصال هذه الرسالة عن عقد مثل هذه جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي. بمعنى آخر أن عندما نتحدث عن النظام السياسي الأمريكي اللي هو نظام قائم الدستور الأمريكي قائم على نظرية الفصل التام بين السلطات، الديمقراطية الأمريكية أسست من ناحية الفكرية على الفصل التام بين السلطات. فستجدون على سبيل المثال أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يحل أي من المجلسين التشريعيين، ومقابل هذا ولا مجلس من المجلسين التشريعيين في الولايات المتحدة الأمريكية يستطيع أن يطرح الثقة في الرئيس الأمريكي، بعكس النظام اللي في مصر والنظام في فرنسا ويمكن دول أخرى. فبالرغم أن النظام الأمريكي قائم على الفصل التام بين السلطات، لكن السلطة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمريكية في مجال صنع القرار الأمريكي في السياسة الخارجية تعاون وثيق لكن غير مرئي للدول الأخرى، غير مرئي. لكن مع هذه الخلفية أحب أن أنا بس أحدد مع حضراتكم عناصر مؤثرة في القرار الأمريكي بطريقة غير مباشرة لكن بطريقة فعالة. أول عامل أو أول عنصر هو اللي الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور سماه الميليتري إندستريال كومبلكس، الصناعات الأمريكية في مجال السلاح والصناعات الكبرى. وهذا ممكن نسميه بين قوسين لوبي بطريقة غير رسمية. طبعا احنا في مجال حديثنا النهاردة اللوبي اللي هو الشخص أو الشركة
أو مكتب المحاماة اللي مسجل لدى الإدارة الأمريكية أو لدى الحكومة الأمريكية إن هو لوبي يستطيع مقابل أجر مادي معلن إن هو يقدم خدمات لحكومات أجنبية. ده نظام معترف به في الولايات المتحدة الأمريكية. هو مصر في الثمانينات كما يتذكر أستاذي الدكتور سيد أمين شلبي لجأت إلى الاعتماد على مكتبين في هذا السياق. أدي الميليتري اندستري كومبلكس. تاني لوبي اللوبي الأويل لوبي، صناعة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بتخضع منذ أن ورثت الولايات المتحدة الأمريكية الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط، السياسة الأمريكية بتخضع لثلاث تأثيرات رئيسية: أمن إسرائيل، الأويل لوبي، والميليتري إندستريال كومبلكس لوبي. المكون الآخر اللي هو ممكن نسميه السيكوريتي استابليشمنت، اللي هي أجهزة الاستخبارات وأجهزة الأمن الأمريكي، اللي هم النهاردة بلغوا 16 جهاز. دولت لهم دور كبير جدا 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 في صنع القرار الخارجي. بعد كده أضيف السيليكون فالي اللي هي اللوبي، مايكروسوفت، جوجل، فيسبوك، تويتر، ياهو، كل هذا إن حضراتكم بتستخدموا كل هذا في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا حضراتكم عارفين ان اللي اخترع الانترنت دوت كان البنتاغون، وزارة الدفاع الامريكية. كل هذا هي عشان كده حطيت السيليكون فالي. سيليكون فالي هنا دوت بيشير الى تأثير الشركات التكنولوجية الكبرى ليس فقط داخل الولايات المتحدة الامريكية وانما على مستوى العالم على عملية التأثير على القرار الامريكي، واللي اخطر من هذا التأثير على الرأي العام العالمي، الرأي العام العالمي. بعد كده أحب أشير إلى مكونات أخرى بتخش في عملية التأثير: وسائل الإعلام الأمريكية وخصوصا كبريات الصحف الأمريكية، نيويورك تايمز، الواشنطن بوست، الوول ستريت جورنال، الشيكاغو تريبيون، اللوس أنجلوس تايمز، بلومبرغ، وكذلك اللي بنسميه اللي بيسمى في امريكا الميجر نتوركس اللي هي اي بي سي، سي بي سي، ان بي سي. على سبيل المثال حضرتك طبعا تتذكر دكتور سيد هذه الوقعه، عشان اوري لحضراتكم تاثير التعامل ازاي في امريكا في هذا النظام المعقد سياسيا، ازاي بيتم التنسيق بين صانع قرار وبين وسائل الاعلام لاحداث تاثير في الخارج. بعد ان تولى الرئيس الاسبق مبارك الحكم هنا في 81، في سنه 82 فجاه الصبح في هناك في امريكا حاجه اسمها سنديكيتد كولمنست، يعني كاتب مقاله مقالته تنزل في الواشنطن بوست وتنشر في نفس الوقت في مثلا 30 صحيفة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، بيسموهم في أمريكا سنديكيتد كولمنست، ولهم تأثير كبير. وفي نفس الوقت بيطلع على النتورك، على كان نيكلسون دوت كان طالع بيكتب المقالة بتاعته في الواشنطن بوست وعنده برنامج أسبوعي في الاي بي سي نتورك. في يوم الصبح فجأة كده التوك شوز في أمريكا من 7 صباحا للعاشرة صباحا أو 9 صباحا وفي منتهى التأثير على القرار الأمريكي. بصينا لقينا هذا الشخص فجأة بيكيل الاتهامات يمينا ويسارا. يا دكتور سيد مش هخش في التفاصيل،
لكن كان الغرض ايه من هذا؟ الغرض ايه من هذا؟ الاتصال بين اكبر مؤسسات في الجهاز في السلطة التنفيذية وبين وسيلة اعلام عن طريق شخص معين معلق مشهور جدا له تأثيره على الرأي العام. كان الهدف منه ايه؟ كان الهدف منه بعث إشارة إلى القيادة السياسية الجديدة في مصر إن إحنا في أي لحظة ممكن نبين لكم الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية.